سكلت الأذان. الاستراكشر بتاعها هي عبارة عن 22 عظمة يونايتد توجذر بنوع من أنواع الفايبرز جوينتس بيسموها سوتشرز. خمسة من هذه العظام كانوا أنبيرد أو سنجل، وثمانية منهم كانوا بيرد. ده الشكل العام للسكال. الشكل العام للسكال لو جينا خدنا خط تخيلي فيها، يبتدي من عند الروت أوزانوز ويمشي أوبليك تحت الماستويد بروسس، هيقسم السكال إلى جزئين اتنين. هيقسمها إلى أبر بوستيريور بارت يسموه كرينيوم، ولور أنتيريور بارت يسموه فيشيال سكيلتون، مكون من أبر بارت هو الفيشيال بونز ولور بارت هو المندول. طيب البونز والسكال وهي أرتكوليتد مع بعض بتكون للسكال خمسة سيرفيسز، كل سيرفيس يسموه نورما وجمعها نورمي. فعلى هذا الأساس أنا عندي أبر سيرفيس اسمه نورما فيرتيكاليز، بوستيريور سيرفيس هو نورما اوكسيبتاليز، انتيريور سيرفيس نورما فرونتاليز، لاترال سيرفيس نورما لاتراليز، واخيرا اللور سيرفيس اللي هو النورما بيزاليز. ناخدهم سيرفيس كده نتكلم على حاجتين اتنين، نتكلم الجنرال فيتشر الشكل العام التضاريس التشريحيه لكل سيرفيس، ثم التضاريس التفصيليه اللي اسمها سبيشال فيتشر لكل سيرفيس. انا عندي نورما فيرتيكاليز اسمها المرادفات اللي بتاعت اسمها السوبيريور سيرفيس او سكال كاب او الفولت اوف سكال. التضاريس العامه اللي هي جنرال فيتشرز بتاعتها نيجي نشوف من خلال توب فيو، هنجد ان في عندي 3 2 3 4 او 3 2 4. ايه 3 2 4 دي؟ ال 3 2 4 انا عندي 3 سوتشرز، كل سوتشر زي ما اتفقنا هو فايبرس جوينت. 2 ترانسفيرس، اول واحد قدامه كبير وعريض واسمه كرونال سوتشر، والثاني قصير وشكل حرف الاي واسمه لامدويد سوتشر. الكرونال سوتشر سموه كرونال لان بيلف على الراس زي التاج اللي بيلبسوه البنات الطوق، فطوق ماشي زي التاج زي الكورونري ارت كده كان مكلف في حوالين الارض. وكذلك اللامدويد سموه لامدويد لان الاصل اليوناني القديم لكلمه لامدويد هو الحرف اي اللي هو يشبه اللامدويد سوتشر. الاثنين سوتشرز اللي بالعرض، الكورونال من قدام واللامدويد من ورا، هيتقابلوا مع بعض بلونجيتيودونال سوتشر يسموه ساجيتال سوتشر. فعلى الاساس ده انا عندي ثلاثه سوتشرز هيقسموا الفولت اوف ذا سكال اللي هي النورما فيرتيكاليز الى اربع بون. بون من قدام اسمها فرونتال بون، اتنين بون من السايدز اسمهم برايتال بونز، وبون من الخلف اسمها اوكسيبتال بونز. الثلاثه سوتشرز اللي قسموا السكال كاب الى اربع بونز هيلتقوا مع بعض في تو بوينتس، بوينت من قدام اسمها بريجما، وبوينت من ورا اسمها لامدا. يا ترى البوينت دي كانت موجوده زمان في الاطفال؟ لا، قبل سن 18 شهر البريجما دي كان اصلها ممبرين اسمه انتيريور فونتانيل. هذا الممبرين بيمثل الامبريولوجيكال اوريجين اوف ذا سكال كاب، قفل عند سن 18 شهر. اما البريجما اللي هي كانت مكانها في الاطفال قبل سن يعني قبل سن 6 شهور كان مكانها ممبرين واسمه البوستيريور فونتانيل، قفل عند سن 6 شهور، ودي بتمثل الامبريولوجيكال اوريجين ايضا اوف ذا سكال. اما السبيشال فيتشرز اوف ذا نورما فيرتيكاليز فكانت تشمل الاتي. الرسمه ديت انا فيها شفت السكال كاب بالجنرال فيتشرز اللي هم الكورونال سوتشر من قدام، اللامدويد سوتشر من ورا، ويصل بينهم الساجيتال سوتشر. هنجد فيتشرز خصوصيه من هذا السيرفيس تمثلت في صوره وجود عدد 2 برايتال ايميشري فورامينا هيظهروا ان فرونت اوف لامدا من 3 الى 4 سنتي على السايدز اوف ذا ساجيتال سوتشر. النقطه اللي بين البرايتال ايميشري فورامينا كان بيسموها الاوبيليون، اما الهايست بوينت على ساجيتال سوتشر فكانت نقطه بيسموها الفيرتكس. لو جينا ننظر هنجد تو راوندد اليفيشنز هيظهروا على السايدز اوف ذا برايتال بونز ويسموها البرايتال ايمينينسز. كلمه ايمينينس يعني سموث راوندد اليفيشن يظهر غالبا على السيرفيس اوف ايبون. وايضا بالمثل هنجد اثنين راوندد اليفيشنز هيظهروا على الفرونت اوف ذا فرونتال بون ويسموها فرونتال ايمينينسز. دي كانت التضاريس الخصوصيه للنورما فيرتيكاليز. بعد كده نيجي نشوف السيرفيس الثاني اللي هو البوستيريور سيرفيس اللي اسمه نورما اوكسيبتاليز. اسهل رسمه دي نتصور بيها هذا السيرفيس هنرسمه كما لو كان سماعات الاذن، قوس كبير راكب فيه سماعتين. القوس كبير ده هيمثل البون الماس بتاعه النورما اوكسيبتاليز، السماعتين دول عباره عن تو
بروسيسز خارجين من التمبرال بون اسمهم ماستويد بروسيسز. نقفل الرسمه من تحت بقوس متعرج، يبقى المنطقه ديت هي النورما اوكسيتاليس. اما نشوف التضاريس العامه والخاصه مع بعض، الاناتوميكال فيشرز اوف ذا نورما اوكسيتاليس، هنجد ان بقايا السجيتال سوتشر اللي جاي لي من فوق هلاقيه ينزل لحد نص النورما اوكسيبتاليز، وهيلتقي مع اللامدويد سوتشر في النقطة المشهورة المعروفة باسم اللامدا. هذه الفيتشرز كانت ظاهرة أيضا من نورما فيرتيكاليز. طيب التوبريتال بونز والاوكسيبتال بون والماستويد بون هم الخمسة بونز المكونين لأرضية النورما اوكسيبتاليز. هنجد سوتشر صغير على السايدز هيفصل الاوكسيبتال بون عن الماستويد بون واسمه اوكسيبتو ماستويد او ماستويدو اوكسيبتال سوتشر. دي كانت التضاريس العامه للنورما اوكسيبتاليس. بخصوص التضاريس الخاصه السبيشال فيتشرز، هنجد فيه سمول اليفيشن هيظهر في الميد بوينت بين اللامدا، وفرامن كبير يظهر في البيز اوف ذا سكال اسمه فرامن ماجنم. هذا البوني برومينس اسمه اكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس. المرادف بتاعه اللي هو الانيون يمثل السنتر بتاعه. من هذه النقطه هتنبعث كل السبيشال فيتشرز اوف ذا نورما اوكسيبتاليس. السبيشال فيتشر تمثلت في وجود لينير اليفيشن يمتد من الانيون لحد الفورمن ماجنم، يخرج من الانيون اللي هو الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس تو كيرفد لاين هيمسكوها في الماستويد بون او الماستويد بروسيس وهيسموه سوبيريور نيوكال لاين. اما انذر تو لاينز هيخرجوا بالظبط من الميدل بوينت اوف ذا اكسترنال اوكسيبتال كريست للماستويد بروسيس واسمهم انفيريور نيوكال لاينز. وايضا على بعد نقطه سنتي اباف ذا سوبيريور نيوكال لاين هيخرج انذر تو كيرف لاين يسموهم الهايست نيوكال لاينز. دي كانت الجنرال اند سبيشال فيتشرز العامه والخاصه للنورما اوكسيبتاليز. طيب هنجد تو سمول فورامين هيظهروا في الباك اوف ذا ماستويد بروسيس يسموها ماستويد ايميشري فورامينا، دولت يمر من خلالهم فين صغير يوصل الفينز اللي قاعده بره السكال بالفينز اللي قاعده جوه السكال، وهنحكي بعد كده معنى كلمه ايميشري يعني ايه. النورما فرونتاليس اللي هي الانتيريور سيرفيس اوف ذا سكال، انتيريور سيرفيس اوف سكال او النورما فرونتاليس لها جنرال فيتشر تمثلت في صوره بونز وسوتشرز. هنرسمها ازاي؟ قوس كبير هينتهي بيو شيبد لايك باترن قاعده في كاب شيبد لايك ستراكشر هو المندبل. هنرسم تو ايميجينري لاينز، واحد من فوق وواحد من تحت، هيقسموا للنورما فرونتاليز الى ثلاثه ارياز. ابر اريا اللي هي منطقه الفور هيد وهتمثلها الفرونتال بون، الميدل اريا اللي بين الخط الايميجينري الاولاني والخط الايميجينري الثاني هيتواجد فيهم البيج اوبننجز اوف ذا نورما فرونتاليس اللي هم تو اوبننجز اوف ذا اوربت والاوبننج اوف ذا نيزال كافيتي. طيب تضاريس عامه سوتشرز، هنجد من الابر كلاترال انجل اوف ذا اوربت هيطلع خط هو يمثل الفرانتو زيجوماتيك سوتشر وهنحكي عليه بعد شويه، وخط ثاني جاي من الميدل اوف ذا لور مارجن اوف ذا اوربت اسمه ماكزيلو زيجوماتيك سوتشر. بين السوتشر الاولاني اللي هو الفرانتو زيجوماتيك والسوتشر الثاني اللي هو الماكزيلو زيجوماتيك هنجد العظمه ديت اسمها زيجوماتيك بون ونحكي عن ايه بعد شويه، دي الزيجوماتيك بون. طيب بلو اند ميديال تو ذا ماكزيلو زيجوماتيك سوتشر هنجد العظمه الاساسيه اللي بتمثل اللور بارت للميدل اريا اوف ذا نورما فرونتاليز، العظمه دي يسموها ماكزيلا. Above the nasal opening هنجد عظمة مثلثة الشكل هي النيزل بون، أما التو نيزل بونز فمقسومين مع بعض بسوتشر ماشي لونجتيودنال ويسموه الانترنيزل سوتشر. نقطة التقاء الانترنيزل سوتشر مع الفرانتو مع الفرانتو نيزل سوتشر هي نقطة بيسموها النيزيون، وكذلك البودي ماكزيلا مقسوم بسوتشر طولي ويسموه انتر ماكزيلاري سوتشر. دي كانت التضاريس العامة للنورما فرونتاليز. أما التضاريس الخاصة تتمثل في وجود عدد من الأوبننجز السوتشرز البون البروسيسز، خصوص تميز وبصفة خاصة الشكل الخاص للنورما فرونتاليز. فكانت السبيشال فيتشرز أوف ذا نورما فرونتاليز تمثلت في الآتي. الفرونتال إمينسيس ده كان من بقايا النورما فيرتيكاليز
just above the orbit هنجد two curved curved areas أو curved masses يسموها superciliary arch. superciliary arch يقع مباشرة أعلى الأوربت وفي الليفنج individual الأي براو راكب عليه. الميديال اند اوف ايتش سوبر سيلالي ارش هي راوندد ايفيشن وبيسموه الجلابيلا. طيب بداخل الزيجوماتيك بوينت توجد كنال، هذه الكنال بيسموها زيجوماتيك كنال، فتحتها من بره في النورما فرونتاليز هيسموها زيجوماتيك اوفيشال فورامين، ولا فتحه ثانيه من جوه هتظهر في النورما لاتراليز بيهايند ذا زيجوماتيك ارش زيجوماتيك بون ويسموها الزيجوماتيكو تمبرال فورامين. طيب هنجد فتحتين صغيرين تانيين، فتحتين ديت عبارة عن فتحات لكنال، هذه الكنال ماشية تحت الأوربت اسمها انفرا أوربيتال كنال، فتحتها من بره يسموها انفرا أوربيتال فورامين. طيب ونجد أيضا فتحتين صغيرين يوجد على سايدز أوف ذا مندبل ويسموهم المنتال فورامين. كل هذه الممتلكات للنورما فرانتاليز محتاجة الحارس يحميها، حارس مدبب اسمه أنتيريور نيزال سباين. أما عن النورما لاتراليز فأسهل طريقة نرسم بيها النورمال لاترالز نعمل كيرفد لاين على شكل حرف سي نازل من الانتيريور اند بتاعته رسمة على شكل رقم 3 دي بتمثل النيزل بون. في الجزء العلوي من رقم 3 هنعمل سي شيبد لايك باترن، التانية سي شيبد اللي فوق كانت كبيرة دي سي شيبد صغيرة، ومن النهاية السفلية رقم 3 نعمل يو شيبد لايك باترن بتمثل عظمة المجزلة. الزيجوماتيك بون هنعملها في الركن الفاصل بين الاوربت والنيزل بون والمجزلة، يسموها زيجوماتيك لانها جاي من كلمة زيجوما، زيجوما باللاتيني كلمة تعني بوط يعني قارب، والقارب هنا له جسم وله ابر بروسيس اللي هو الصاري وله انتيريور بروسيس المقدمة وبوستيريور بروسيس، ونحكي على التفاصيل ديت بعد كده. طيب نازل من تحت الزيجوماتيك بون هنازل بتروجن صغير بيمثل اللاترال تريجود بليت، واللاترال تريجود بليت ديت جزء من التريجود بروسس اللي هو كان جزء من السفينويد بون وهي العظم اللي تشبه طائر الرخ الكبير وهنحكي عليها بعدين. طيب من النهايه الخلفيه لحرف السي اللي احنا رسمناه هنرسم بروز صغير يمثل الماستويد بروسس، وده كان جزء من التمبرال بون بينتهي بدايره صغيره هي الاكسترنال اوديتروميتس، هينزل من قدامها بروز اخر مدبب واسمه ستايلويد بروسس. طيب ده الكورونال سوتشر كان جاي من النورما فيرتيكاليز، ده الكورونال سوتشر هيتقابل مع سوتشر اخر هيفصل الجزء ده من التمبرال بون اللي اسمه سكويماس بارت يعني الجزء المربع اللي هيفصله عن البريتال بون ويسموا السوتشر ده سكويمو او برايتو سكويمال سكويماس سوتشر. هذا السوتشر ينتهي الخلف مع بقايا اللمضويد سوتشر. طيب وجود السوتشر ده اللي هو بشكل حرف الاتش اللي اسمه اتش شيبد سوتشر هيقسم النورما لاتراليز للعظام الاتيه، فرانتال بون جاي من وراها برايتال بون تقع مباشره خلف الكورونال سوتشر بينها وبين اللمضويد، وتحت منهم هنجد السكويماس بارت اوف تمبرال بون ودي جزء من التمبرال بون اللي كان لها خمس اجزاء، قلنا واحد منهم اللي هو الماستويد بارت والتاني اللي اسمه السكويماس بارت. طيب في عظمه اخرى تقع مباشرة جاستي ديب زيجوماتيك ارش اللي هو جزء نشأ من اتحاد التمبرال بون والزيجوماتيك بون، الجزء ده يقع كامتداد علوي لللاترال تريجود بليت واسمه جريتر وينج اوف سفينويد وهو الجناح الكبير للعظمة اللي تشبه طائر الرخ، واخيرا دي كانت الاوكسيبتال بون. دي يا جماعة كان الشكل العام التضاريس العامة للنورما فرانتاليز النورما لاتراليز عفوا النورما لاتراليز لها تضاريس عامة، احنا قلناها ايه في لها تضاريس خاصة وتضاريس خاصة جدا. التضاريس الخاصة تمثلت في وجود أربعة ستراكشرز مش موجودين غير على النورما لاتراليز. مين هم الأربعة ستراكشر ده؟ دلوقتي أنا كان عندي من التضاريس العامة اللي هو الـ H shaped suture. من التضاريس الخاصة؟ أدي الأول نفكركم بالبونز بتاعتنا، أدي النيزل بون، يليها الفرنتال بون، يليها البريتال بون، وأدي كانت هنا الماستويد بروسيس، وأدي الستايلويد بروسيس، دي كانت تضاريس عامة. نقطة التقاء الأربعة limbs of the H shaped suture هي عبارة عن دايرة، هذه الدايرة السنتر بتاعها يقع behind
زيفرانتو زيجوماتيك سوشر ب 3 سنتي ونص، واباف ذا ميد زيجوماتيك بوينت ب 4 سنتي. هذه الدايره السنتر بتاعها يسموه تيريون، تيريون البي سايلنت، وهذه منطقه خطيره لانها تماثلها من الداخل، يناظرها من الداخل شريان خطير اسمه فرانتال بلانت اوف ذا ميدل منينجيال ارتري. هذا الشريان عرضه الى ان يحصل له دامج في حوادث الهيد ويعمل الى نزيف يقع اعلى البرين، ودي مساله خطيره. طيب ده الفرانتو زيجوماتيك سوتشر اللي كان بيبعد من وراه منطقه التيرون ب 3 سنتي ونص. تاني تضريس مهم، تاني من التضريس المهم السبيشال فيتشرز يخرج من الفرانتو زيجوماتيك سوتشرز تو لاينز. اللاين الاولاني لاين بسيط، لاين خفيف، يمشي ابوردز يمشي باكوردز، هيقطع الكورنال سوتشر في نقطه يسموها ستيفانيون ثم يختفي. هذا اللاين بيسموه سوبيريور تمبرال لاين، ومن نفس النقطه هيخرج خط تاني هيمشي ابوردز باكوردز، هيقطع الكورنال سوتشر عند الاستيفانيون ثم يكمل بعد كده ينزل داون ووردز. الخط ده يسموه انفيريور تمبرال لاين. الخط ده هيمشي ازاي؟ هيمشي بعد كده كده داون ووردز فوق الماستويد بروسيس، هيعمل لي بروز واضح، بروز خطي الشكل لينير اليفيجن، هيسموه سوبرا ماستويد كريست، سرعان ما يندمج ويلتحم مع الزيجوماتيك ارش. التضريس الرقم 3 هي السوبرا ميتال تراينجل، دي منطقه مثلثه تقع في الركن بين الاكسترنال اوديتروميتس والسوبرا ماستويد كريست. هذا المثلث هو مدخل لعمليات الميدل اير، يسموه سوبرا ميتال لان يقع مباشره اعلى الاكسترنال اوديتروميتس. واخيرا اخر تضريس في التضاريس التشريحيه للنورما لاترالز هو وجود فشار شق. هذا الشق هيفصل بين المجزلة من قدام واللاترال تريجوت بليت من ورا، على هذا الاساس سموه تريجو ماجزيلاري. دي كانت التضاريس الخاصه. هناك فيري سبيشال فيتشر، تضاريس خاصه جدا بالنسبه للنورمال لاترالز، تمثلت في وجود 3 بيج ديبريشنز. اول ديبريشن اسمه تمبرال فوسه، ثاني ديبريشن انفرا تمبرال فوسه، والديبريشن الثالث اسمه تريجو او سفينو بلاتين فوسه. فين هما الفوسي دي؟ فوسه يا جماعه فوسي. اول فوسه اللي هي اسمها تمبرال فوسه تقع في بين الانفيريور تمبرال لاين من فوق وامتداده من ورا وامتداده من تحت اللي هو السوبرا ماستويد كريست، والسوبرا ماستويد كريست كان بيكمل مع الزيجوماتيك ارش. دي كانت حدود الايه؟ السوبيريور والبوستيريور والانفيريور للتمبرال فوسه. اما الحدود الاماميه فكان هذا البروز اللي كان اسمه فرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك بون. الحفره اللي تقع في هذا الركن اسمها تمبرال فوسه. طب هناك حفره اخرى لا تظهر الا من تحت الزيجوماتيك ارش، تمشي تحت الزيجوماتيك ارش وتتصل مع الحفره اللي هي التمبرال فوسه فيسموها انفرا تمبرال فوسه. واخيرا هناك حفره كبيره، الحفره الكبيره دي اسمها تريجو فوسه، وتقع على بعد مدخل التريجو ماكسيلر فيشر. التريجو ماكسيلر فيشر دي كان بوابه الحجره، البوابه هي التريجو ماكسيلر فيشر، اما الحجره فهي التريجو بلاتين فوسه. دي على وجه الخصوص هذه الحفره او هذه الفصه كانت عباره عن وصله بين استراكشرز كتيره في السكال. تريجو بلاتين فصه او سفينو بلاتين فصه لها باوندريز وكوميونيكيشن. انا هاخد الاوربت والنيزل بون والماكزيلا الزيجوماتيك بون لاترال تريجول بليد واكبره. احنا فاكرين ان الفشر ده كان اسمه تريجو ماكزيلاري فشر اللي هو بوابه اللي هو مدخل التريجو بلاتين فصه. هذه البوابه لو اشيلها هنجد في العمق في الداخل هتطلع لي فصه اللي هي التريجو بلاتين فصه، شكلها بيراميدال ان شيب، لها ايبكس از دايركتد داون ووردز وبيز از دايركتد اب ووردز، ولها 4 وولز بتجعلها على اتصال بالاوربت وتجعلها على اتصال بالبلد وتجعلها على اتصال من فوق بالميدل كرينيال فصه اللي هي الحفره الثانيه من ارضيه الكرينيال كافيتي. اول اتصال لها بالاوربت كان عباره عن فشر شق هلالي الشكل او ال شيب. هذا الشق هيوصل الانتيريور وول اوف ذا تريجو بلاتين فوسه بالفلور اوف ذا اوربت، هينتهي فتحه تحت الاوربت اسمها انفرا اوربيتال فورامين. الشق كان اسمه انفرا انفيريور اوربيتال فيشر. دي كان اول كوميونيكيشن. هناك كوميونيكيشن اخر هيوصل التريجو بلاتين فوسه بالبلد واسمه جريتر بلاتين فورامين، يعقبه وقاعد وراه اثنين سمول فورامنا اسمهم ليسر بلاتين فورامنا، ما يبانوش طبعا من هذا الفيو.
كان هناك كنال اخرى او فورامين كبير هيوصل الميديال سيرفيس اوف ذا تريجو بلاتاين فوسا بالنيزل كافيتي واسمه سفينو بلاتاين فورامين. وهناك انذر فورامين هيوصل البترو سوبيريور بارت اوف ذا اللي هي البيز اوف ذا تريجو بلاتاين فوسا بالميدل كرينيال كافيتي اسمه فورامين روتاندم. واخيرا هنجد فورامين صغير هيوصل الفارينكس ب او البيز اوف ذا سكال بالتريجو بلاتاين فوسا واسمها تريجويد كانال.